انا عمو اللي بحكي لك اياها هذا غلط ما بصير لازم المعاونه هلا بصراحه الان في تعليمات جديده في وزاره الصحه معي اول ما استلم اعطاها هلا انا ممنوع النقل الا بعد استشاره المدير ما في ما في توقيع ابعثوا لي انا استشاره انا عارفكم مين الاقدم بحط الاقدم منها هذا صحيح فهمت كيف هذا